لليوم الثالث على التوالي، صفر حالة وفاة، وعدد المتعافين 140 يتجاوز عدد المصابين الجدد الذي نزل إلى 94. نسبة التعافي بلغت 48%، وغدا بحول الله تتجاوز النصف. تم اليوم إجراء 4055 اختبار، ولم تتجاوز نسبة الإصابة 2.3%. نسبة الوفيات نزلت إلى 2.89%. 7 جهات بالمملكة من بين 12 تسجل صفر إصابة جديدة اليوم ولله الحمد. شركة أكوا باور تقدم 100,000 كمامة من طراز FFP2 كاهبة لمستشفى ابن سينا بالرباط. ارتفاع الصادرات الفلاحية المغربية بأزيد من 6% بالرغم أو بفضل حالة الطوارئ الصحية في العالم. الوزير أمزازي يعلن صرف الشطر الثالث من المنح لجميع المستويات الجامعية والمعاهد ابتداء من يوم الاثنين المقبل. السلطات تقرر التشدد في السماح بتنقل المواطنين بين سلا والرباط لمحاصرة البؤر المحلية. اللاعب الدولي المغربي يوسف النصيري يدعم 100 أسرة متضررة من جائحة كورونا بمدينة فاس. تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا لليوم التالي على التوالي. صندوق الإيداع والتدبير يحقق أرباحا صافية تفوق 600 مليون درهم برسم سنة 2019 بعد أن كان سجل خسارة ب 1.1 مليار درهم السنة الماضية.